مساء الخير ورمضان كريم لكل الأشخاص يلي بلشوا يتابعونا عبر LBCI لبنان على انستغرام. أنا دومينيك أبو حنا، ومثل ما معودين كون عم أقدم لكم حلقات جو لايف. هالمرة مش من الاستوديو، وضيوفي كمان رح يكونوا عم ينضموا لأنه من بيوتهم لسبب كتير بسيط، وهن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. أكيد اللي خليني أخبركم شوي عن الحلقة كيف مقسمة الليلة. بالجزء الأول رح كون عم بستضيف الممثل والكاتب طارق السويد تنكون عم نحكي معه أكثر عن مسلسل بالقلب، هالمسلسل يلي عم تتابعوه كل ليلة عبر شاشة الـ LBCI وعم تتفاعلوا معه بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالجزء الثاني رح يكون عم ينضم لإلي الممثل وسام فارس تنحكي معه عن شخصية ناهي يلي بكت كتار بمسلسل بالقلب، وأيضا مشاركته بمسلسل بالعودة يلي عم بيخوض من خلاله أيضا السباق الرمضاني عبر شاشة الـ LBCI. فإذا لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا، فيكم من هلأ تبلشوا تطرحوا أسئلتكم بخانة التعليقات، شو حابين تسألوا طارق السويد ووسام فارس. وطبعا تعليقاتكم رح نضل عم نقريها طيلة الحلقة من هلأ للساعة 7:30 تقريبا، معنا نص ساعة من الوقت، ورح يكونوا ضيوفنا عم بيجاوبوا على أسئلتكم. شو الأسئلة يلي رح تكونوا عم تسألوها لطارق السويد ولوسام فارس؟ أيضا بدي أشوف إذا صار طارق السويد جاهز معنا حتى يكون عم ينضم لنا ونبلش الحوار معه. بدي رحب أكيد بكل الأشخاص يلي عم بيتابعونا. شو طارق، صار جاهز معنا أو بعد؟ فإذا بهيدا الوقت تيكون طارق السويد صار جاهز معنا، تقدروا تكونوا عم تطرحوا أسئلتكم يلي حابين تكونوا، أو تعليقاتكم أيضا على مسلسل بالقلب يلي عم بتتابعوه عبر شاشة الـ LBCI. وينك يا طارق؟ فيكن ايضا تكونوا عم تتركوا تعليقاتكم هلا، تخبروني شو رايكم بمسلسل بالقلب، وقد ايه في اشخاص عم يبكوا بسبب هيدا المسلسل. امبارح في كتير اشخاص كانوا مأثرين. شو طارق، صار جاهز معنا او بعد؟ ايضا لكل الاشخاص يلي عم يتابعونا، فيكن تكونوا عم تعطوا رايكم باداء الممثلين سارة ابي كنعان، وسام فارس، جون دكاش، ستيفاني عطلة، وكل الأشخاص يلي عم بيشاركوا بمسلسل بالقلب. فإذا أنا بانتظار إنه طارق السويد يصير جاهز معنا، إذا طارق بلشت تكون عم بتتابعنا فيك تكتب لنا هاي بالكومنت حتى أكون عم لاقيك. خبروني شو رأيكم بالمسلسل، مسلسل بالقلب. ستيفاني بورسلين عم بتقول المسلسل بعقد. كمان جودي حلاب عم تقول انه مسلسل بالقلب حلو كتير. انا صراحة بعد ما لقيتك يا طارق اذا صرت جايز معنا او لا، فبانتظار طارق ينضم لإلنا. فيكن بهيدا الوقت تكونوا عم بتخبروني شو حابين تسألوا طارق السويد ووسام فارس يلي كمان رح يكون عم ينضم لإلنا بالجزء الثاني من الحلقة. ستيفاني عم بتقول رائعين كلهم، لي مرعي بمسلسل كتير حلو وناجح، حلو وجميل، أنا عجبني. وسام فارس عم بيقول منيح بس الأكترز بدهم شغل. أكيد وسام فارس عم بيمزح. وبعد شوي رح يكون كمان عم ينضم لإلنا. فاطمة عم بتقول قصة حزينة كتير كتير. ريتا أيضا عم بتقول مسلسل من قلب للقلب. نحن أكيد بعدنا بانتظار طارق سويد ينضم لإلنا. ناطرين. وينك يا طارق؟ نحن ناطرينك، مش بس أنا، كل يلي عم بيتابعونا كمان. سارة أبي كنعان، النجمة سارة أبي كنعان كمان عم بتعلق وعم بتشاهدنا، عم بتقول بيسطل بس وسام عاطل. أكيد الشباب عم يمزحوا بين بعض. يعني حلوة هيدي الروح يلي عم نشوفها بين الممثلين وبين كرو مسلسل بالقلب. اوكي انا ما شفت طارق وين قال هاي، خليني ارجع اشوف. اوكي شفتك. رح ينضم معنا بهيدي اللحظات تنبلش حوارنا معه. نحن ناطرين طارق السويد. يا اهلا وسهلا. أنا ما شفت حالي.
يلا هلا بتبلش تشوف حالك. انا شايفك، اول شيء بدي اقول لك رمضان كريم واهلا وسهلا فيك. ميرسي وعليك حبيبي مشتاق لك. انا كمان بالاكثر. طمني، صرت شايف حالك او بعد؟ لا بعد ليه؟ اوكي، خلينا نشوف اذا المشاهدين عم بيشوفوك، بس بليز اكتبوا حلو، لنا عبر التعليقات اذا عم تشوفوا طارق السويد. عم تشوفوني؟ بركي انا لازم ابرم على شي ميل، معقول لازم ابرم الكاميرا؟ لا لا، انت مبين عندي، بس لا رجع برمى لعندك. اوكي، عم بيقولوا لي انه عم بيشوفوك. مفروض اوكي، شايفينه لطارق السويد. انا ما بعرف ليه مش شايف حالك، بس نحن شايفينك. لا رجع برمى طارق. اوكي، طارق بطل موجود معنا. بدي ارجع ابعت له ريكوست مرة تانية. يلا رجعنا، عم نحاول نتواصل مع طارق السويد. اوكي طارق، هلا انت صرت موجود معنا، خلينا نبلش حوارنا. اول شيء خبرني، كيف الحجر المنزلي معك؟ كيف عم تقضي وقتك؟ منيح. أول شيء كمان بقول هاي لكل اللي عم بيتابعونا، اكيد. وطارة ووسام شفتهم هون ببوسهم كتير. هنا اكيد كمان ببوسوك. اي خبرني، كيف القعده بالبيت؟ بيت وسبور وهيك، بس بالبيت يعني، بيت وسبور ومع الحيوانات وكتابة. طيب اذا بدك تكتب مسلسل عن هيدي المرحله اللي كنا عم نعيشها، مرحله الحجر المنزلي والقعده بالبيت، شو بتسمي المسلسل؟ هذه بطلتي عم تقول لي هاي، وانا اي بوثق ساره، شو يا طارق شو بتسمي المسلسل اذا بدك تكتب مسلسل عن هلا الحجر المنزلي ومرحله القعده بالبيت؟ وحدة. طيب بصراحة مش عارف من وين بدي بلش معك بخصوص مسلسل بالقلب، لأنه في كتير قصص نكون عم نحكيها، بس خلينا نكون سريعين شوي. خليني بلش أحكي أول شيء بشكل عام. أوكي، التفاعل كتير كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ليلة بخصوص مسلسل بالقلب، وفي عدد كتير كبير عم بيحضروه كمان لمسلسل بالقلب. برأيك شو سر نجاح مسلسل بالقلب، وقديش مبسوط أصلاً بالتفاعل الكبير عليه؟ كثير مش شوي مبسوط عن جد، اكثر من كثير. وهلا كمان عم شوف الكومنتس تبع العالم الحلوين، كمان عندك على انستا ال بي سي، كمان بيكبر قلبي اكثر. مبسوط لدرجه يعني، بتعرف انا دومينيك انت يمكن كنت معنا وقت الكواليس، هي تعبنا كثير بالمسلسل، وانا كان اخذ معي كمان الممثل رودريك روسون، بقول له هاي، كان اخذ معي، سوري رح ضلني اقول هايات، معليه اخذ معي وقت، اخذ معي وقت منيح لحتى كتبته. هيدا الشيء انا اذا بدك مآمن فيه، انه بدي اقوله وبدي اوصله على طريقتي. وصعب كتير دومينيك انك تفوت بشيء هالقد واقعي، وشركات الانتاج تكون محمسه له. مش يعني غلط، لانه كانت اذا بدك الترند يلي دارجه غير شيء شوي، فانك ترجع على القد واقع انت بطريقه بمواضيع المسلسل بيشبهنا كرمال هيك، يعني دغري وصل لنا بدون اي حواجز. صح. وانا لما اكتب صحيح الجمل، هيدي اجمل شيء دومينيك عم بلاقيه، وصار كثير قايلين لي اياها وبيبعثوا لي انه اليس سليمان، اليس سمعان واليس سليمان وكل اصحابي احني هون، هيدا المخرج اللي يلا سمعان قال له هاي مخرج العودة. كمان العودة عم يشوفوه على ال بي سي. كأنه كمان في إجماع على أنه في إحساس كتير كبير بالمسلسل، إن كان بأداء الممثلين، إن كان بالحوار، إن كان بالإخراج، من كل النواحي في إحساس عالي، وهيدا الشيء عم يوصل للعالم. هلا أنا انتبهت إنه فريال في محل بتقول لديانا يا خوف الماضي يرجع يعيد حاله. أنا وقت سمعت الجملة خفت إنه نقضيها عم نبكي بالحلقات اللي جاية، لا 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 فللأسف امبارح تأثروا بالحلقة، وكمان الحلقة يلي قطعت قبلها. بالأحداث اللي جاية رح يضل هيك الحزن مسيطر ولا لشو رأيك؟ خلص خلص الحزن.
بطلت اللي هي ديانا، بطلت من النوع يلي بياخد حزنه بيستثمره ليعمل شيء منه، وهيدا الشيء واقع. يعني رح اعطيك اكزامبل عن لينا جبران اللي هي امه لهادي اللي اسست كون هادي. لينا نعم جبران بعد وفاة هادي بنهارين هي وعم تبكي بتختها، وطلعت معها فكرة كون هادي، حولت وجعها كله لعطاء وأسست كون هادي اللي هي بتعمل شغل أكثر من الدولة بقصص الطرقات. فليك شو عملت من وجعها؟ أنا هول القصص دومينيك بيعلقوا براسي، يعني بصير بفكر كيف قدرة طفش قوية، ليك كيف عالجت حالها، ليك كيف خلت اسم هادي يضل. ديانا نفس الشيء بدها اسم ناهي يضل على طريقتها. الضال، يعني هالقصة يلي تعلقت فيها كتير كمان بدها توصل رسالة. في كتير رسائل أصلا بالمسلسل، بعد شوي راح نكون عم نحكي فيهم، بس ومتى عبالي متى هيك هذا أول الحب يبقى عايش؟ يعني هيك هي بتخليه عايش، هيك بتخلي الكل يعرفوا فيه. هيدي طريقة، يعني هي من جوا مكسورة وحزينة بس مش بالأسود الحزن. أقله أنا بقول لك أنا كيف بفكر أو كيف بشوف، مش بالأسود الحزن، هو بالقلب. يعني هن مش بالمظاهر إذا بدك، يلي الناس بالإجمال بتحكم عليها بالمجتمعات العربية. الناس يلي قرروا الأسود يكون لون الحزن، عرفت؟ يعني بغير بلدان عم نحكي عن الاحكام المسبقه، وبعد شوي رح نكون بالحوار عم نحكي عن هيدا الشيء، بس عبالي هيك بس انطر شوي الاجواء. بالبدايه اسالك مجموعه اسئله، اول جواب يخطر على راسك بتجاوبه، اوكي؟ كثير. يلا، مين من ممثلي بالقلب ادى الدور احلى من ما كنت رسمه على الورق؟ كلهم يلا، اول طلع على كلهم راسك. فعليا كلهم عم جاوب بكل صراحة، لدرجة انه كثير عبالي ارجع اشتغل معهم هن ذاتهم. انا كثير ممنون على الكاست، مش شوي، كثير كثير، وهيدا شيء قليل صراحة لهالقد حسه انه يكون الكل حببهم. بما انه عم كلهم تحكي حلو. عن الطارق، بعد ما شفت الكيمياء بين سارة ابي كنعان ووسام فارس، اندمت انه المشاهد اللي بتجمعهم كانت بس لثلاث او اربع حلقات، اندمت انه ما كان اطول. لا بتعرف ليه ندمت؟ لانه ناهي انا بالنسبه لي هو المسلسل، المسلسل بيزد عليه كله من هلا لاخر مشهد. اوكي، كل المسلسل عم بيصير من ورا ناهي. وهون بدي وجه تحيه لوسام فارس يلي اول ما قري دغري وافق ودغري تحمس ومن قلبه واشتغل على الدور وبقي اذا بدك بحماس كثير كبير كانه هو البطل، وانا فعليا لإلي هو بطل المسلسل. وحتى طريقه تسويقه اذا بدك او تضوايته لوسام فارس على المسلسل بتحس كانه عنده 100 حلقه، وهذا الشيء كثير بحترمه فيه لانه ممثل حقيقي. رح ترجع تكتب شيء لديانا وناهي، او خلينا نقول لسارة ابي كنعان ووسام فارس يكونوا سوا، نرجع نشوف هالثنائيه. انت سويد، أكد لك إنه كتار كتاب رح يحكوا معهم يكتبون، لأنه اللي عملوه مع بعضهم شيء كتير حلو. إن شاء الله أنا أكون نوع على الهواء انه تكتب لهم شيء حلو. حكيتهم قلت لهم ليك معي أو مع غيري، بتمنى لهم كل شيء حلو، بتمنى لهم التوفيق. بس إنه إيه أكيد بقول لك أنا نيتي بتخليني أقول إنه أنا بدي أكتب لهيدا الكتب. يعني طيب، كمان مجموعة أسئلة، بما أنه عم نحكي عن الرصاصة الطايشة، عن الأحكام المسبقة، وعن تبرع بالأعضاء، يعني في معالجة لهول الثلاث مواضيع اللي كتير مهمين بالمسلسل. بدي أنت طارق السويد، إذا بدك تعمل ثورة على طريقتك، أوكي؟ هلا في تحركات بالشارع، بتنزل بالطالب بمعاقبة اللي بيقوصه رصاص طايش؟ شو برأيك لازم يكون عقابهم برأيك؟ أنا برأيي أول شيء مش مفروض يكون في سلاح متفلت، يعني أنا ولا مرة فكرت إني أجيب سلاح ولا لحتى أحمي حالي، حتى لما كنت عم أقدم إذا بدك برامج اجتماعية بتضطر إنه مرات إنه عيال ضد بعضها ولا قصص سياسية ولا هيدا الشيء برفضه. مش يعني ما بحس السلاح هو شيء، يعني هيدي وسيلة أذية شو ما كانت يعني. فانا بشوف انه لازم يتاخد بك هذا الموضوع، وخاصه بدي اقول لك شغله، بكثير محلات القاتل عم بيكون معروف حتى برصاص الطايش، يعني بكثير محلات بينعرف انه وين طلعت رصاصه، بس على طول المحسوبيات بتتدخل، وهذا بعد شيء ابشع من الاشياء اللي بتزعجني اكثر وبتصور بتزعج كل الناس. فايه انا اكيد مع معاقبتهم، يعني ما في شيء اسمه رصاص طايش، انت مجرد ما وصلت لازم تعرف انه هيدي مجرد ما طلعت معقول تكون صابت حدا.
صحيح. كمان من بين الرسائل يلي عم بتعالجها بمسلسل بالقلب، خلينا نقول بتنزل مظاهرة على الشارع ضد البولينج والأحكام المسبقة، تتلوم أكيد مين؟ تتلوم أهل مثلا يلي ما عرفوا يربوا أولادهم بطريقة صحيحة، أو تتلوم المتنمر لأنه هو عم بيأذي غيره. لك انا ما بلوم ولا مره الاهل لمرحله معينه، اكيد هن الاساس، بس بعدين في شغل نحن بنعمله على حالنا. اليوم الشباب والصبايا اللي بتشوفهم على السوشيال ميديا اللي هن بيحكوا كلام بشعه، هلا ما شفت عندك غير ناس حلوين وهذا الشيء كثير بكبر القلب، بس لما تشوف هالبشاعه اللي موجوده بدون سبب مرات، هيدا منه هون ما فيهم الاهل يتدخلوا، هون في حق على الانسان هو، يعني كيف بلان يكون بعده بهالمرحله من حياته؟ حياة قصيرة كثير وما في شيء بيحرز، والشر هيك بلا سبب. انا عن جد بشكرك لانك حكيت بهالموضوع، هذا بدل عن تخلف وعن شر، ما في دل عن شيء ثاني. ولما تقول كلمة بشعة على حدا بلا سبب، بتكون انت عم اذا بدك عم هذا الشيء بيمثلك، ما بتكون عم تهيني، عم تهين حالك. فانا 100%. خلينا نحكي طارق عن تبرع بالأعضاء، أوكي، للأشخاص يلي بيعارضوا هيدا الشيء. إذا نزلت على مظاهرة أنت تحمل رسالة تبرع بالأعضاء، شو بتقول للأشخاص يلي بيعارضوا هيدا الشيء؟ ليك اذا بدهم يعارضوا هيدا حقهم، يعني بالنهايه هيدا انا عارض، عرفت؟ ما في اقول شيء، بس بالنهايه هيدا جسدنا فاني وعم بيروح، هيدا الجسد وهيدي الاعضاء فيها تعيش اكثر من 8 اشخاص، من انسان واحد. فما انا بشوف هذه هي الصلاه بهالطريقه، هيدا هو العطاء. برجع بقول لك بحترم كل واحد كيف بيشوف الامور، بس بالنهايه هيدا الشيء انت عم تنقص حياه حدا. طارق، أنت بطاقة أو بتفكر تعمل بطاقة؟ اكيد اكيد. بطاقة انا بدي انا خبرك شغله، من انا وصغير لما توفى البابا كان القانون بعد غير، كنا نحن صغار كثير، البابا عطى عيونه لشخصين، كل واحد منهم بيشوف بعين، وبعدني بعرف اساميهم وشفتهم كثير مرات، لان كان القانون، هلا اليوم القانون ما بيسمح، بعدين بتعرف ليه. فهذا الشيء بحس انه ايه بحب اكيد اعمله. طيب، خلينا نكمل كمان مجموعة أسئلة على السريع قبل ما يدهمنا الوقت، ويصير بدي أختم معك وينضم لنا وسام. في جمل كتير حلوين بالمسلسل، ديانا بتقول يلي بحب بيبقى، يلي بحب ما بفل، مع حق أو لا؟ أنت هلأ وجهة نظرك أنت كطارق السويد. ايه اكيد، لانه اللي بحب اكيد بيشتغل على الشيء، اذا كان عم بحب لوحده، لا انا عم بحكي على الحب اللي بيكون بين الاثنين. اذا الحب موجود بين شخصين اكيد اللي بحب ما بفل، ولو شو ما كانت المشكله بيشتغل عليها، اذا موجود، اذا مأكد انه من الطرفين بقول لك. بس اذا طرف ثاني هذا ساعتها اكيد ما بحب. بس اذا الحب كمان خلينا، إذا الحب حقيقي أكيد ما بيفل، ايه صح؟ ايه منال بتقول بالمسلسل ديانا ما بتعرف شو يعني عيلة ما فيها تكون أم، مع حق ربي أو لا؟ البلد بيقول لنا هي العاطفة اللي انحرمت منا رح تعمل منا أجمل أم. هون أكيد هيدا الجواب. أكيد ما معها حق ستيفاني، لأنه أنا بآمن بشغلة إنه فاقد الشيء يعطيه بالقلب. أنا بعرف من حالي أقل، وفي كثير أشياء حرمت منا بالحياة، اليوم بحس أنا بدي أعطيها لحيالله مخلوق، إن كان للحيوان وإن كان لا بالعكس، بتصير انت بدك تعطي لحتى تعوض، هيدا نفسيا حتى. صح. طيب، أمه لناهي قصتها قصة صراحة، يعني عم نكتشف قد ايه بتحاول تأذي، حاولت تأذي ديانا، حاولت تأذي ابنها بمحل من المحلات قبل ما يتوفى، حاولت تأذي أم جوزها أو حماتها. هل هي عاطلة عن جد، ولا بنكون كمان عم نحكم حكم مسبق عليها؟ وإذا التقيت بأمه لناهي بالحقيقة، إذا التقيت بهيدا الكاركتير، شو بتعمل؟ ليك بدي خبرك شغله بعدين لحتى تعرفها، انا عندي ولا مره بيكون الشيء مش مبرر. كل كلمه قالتها سلوى يلي هي نوال كامل بوزيلا الرحيل عم تلعب دورها، رح تعرفوا ليش قالتها، ورح تعرفوا انه عندها اسبابها. وايه في ناس بيصيروا ناس مشعين من ورا شيء صار معهم، من ورا ناس اذيتهم، بيصيروا حجر وبيصيروا بشعين، بس النتيجه هن بيصيروا بشعين، يعني مش ما بيصيروا بشعين، بلا بيصيروا بشعين من ورا بشاعه صارت فيهم. وفي بالقلب فيك تصير حلو من ورا بشاعه صارت فيك،
ففي سبب لكل شيء. قبل ما اختم معك طارق السويد، الحكي دايما سريع معك، بدي تطرح سؤال على وسام فارس يلي رح يكون عم ينضم لنا بعد شوي. شو بتسأله سؤال؟ شو بتقله؟ بقول له صعب السؤال. ايه صعب، لانه في كذا سؤال بدي اساله اليوم. بساله اذا ندمان على اختياره للدور لثلاث حلقات، خصوصا انه وراه اخذ العوده يلي هو بطوله، ولا اذا بيرجع في الزمن لورا بيرجع بياخذ دور ناحي. واذا يلا بيقول هلا هذا بعد وسام فارس راح يكون عم بيجاوب عليك. طارق سويد، بدي اشكرك كثير انه كنت معنا. بدي جمله هيك بس سريع لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا هون ويلي عم يتابعوا بشكل عام مسلسل بالقلب، شو ناطرون بالحلقات اللي جايه؟ اول شيء شو بقول لهم ميرسي بتعمل؟ كثير كثير على كل الدعم، خليني اقول لك اياه. وبعد بقول ميرسي كثير للممثلين كلهم، ولمي ابي راعد، ولكل حدا اشتغل بالقلب، ولكم للال بي سي. كمان اللبنانية يلي عم بيحكوا بطريقة كتير منيحة عن المسلسل. عن جد بوجه كل الحب لكل الناس كمان. ميرسي. بدي اقول لكم شغله ما بتعرفوها وبعنيها، ورح تعرفوا بكره وبعد بكره، لان المسلسل بعد ما بلشت القصه. وبقول لوسام ولإلك ما تقولوا كثير، ما تفتحوا كثير اشياء، لانه بعد اوكي في انا حلقتين ثلاثه لبيت معينه. اوكي وبقول لبديع ميرسي لتواضعه، ولكارمن، لكلهم، لجابرييل يمين، ولكل الناس بقول لهم ميرسي على الثقه، وبوعدهم انه ان شاء الله بضلني عم اقدم لهم اشياء حلوه. اوكي ثانك يو طارق سويد، انا بدي اشكرك كثير، شكرا حبيبي لانه انضميت، وبدي اشكر كل الاشخاص يلي بعدهم عم بيعلقوا. رح يكون ناطر الممثل وسام فارس يكون عم ينضم لنا. ثانك يو طارق، صار فينا نكون عم نختم معك، ويرجع ينضم لنا الممثل وسام فارس بهيدا الوقت. لكل الاشخاص كمل عم يلي بحضركم. بس بتكبس اند فوق. يلا اوكي طلعت. لا فإذا أنا بانتظار الممثل وسام فارس يكون عم ينضم لنا، كمان نكون عم نحكي معه بخصوص مسلسل بالقلب وبخصوص مسلسل العودة. فيكم تكونوا عم تطرحوا أسئلتكم بخانة التعليقات. وسام فارس، خلينا نشوف. وسام، أوكي، بانتظار الممثل وسام فارس يصير موجود معنا. أهلا وسهلا بالممثل وسام فارس، رمضان كريم. رمضان كريم، أول شيء كنت عم تسمع طارق السويد شو كان عم بيحكي. لا فتحت انستغرام. كان عم بيسألك إذا ندمان إنه قبلت الدور بالمسلسل بالقلب يلي هو 3 حلقات، خاصة إنه من بعده شفناك بطل بمسلسل العودة، فشو بتجاوبه لطارق السويد؟ ابدا يعني ما بدها يعني هيك جواب، وقت لسأل السؤال ما بعرف، كان يمكن كان حاسس معقول يكون عم يسأل سؤال او ما بعرف، بس انا بجاوب انه بدون ما افكر سؤالك، لانه بحياتي ما اخذت دور من ورا مساحته. ما بفكر يعني انه كل شخص بيحب يكون ياخذ دور مساحته كبيره، بس في اوقات ادوار، وكثير من الممثلين بكونوا عم يسمعوا بيعرفوا عن شو عم بحكي، كثير او في ادوار من جمله واحده بتقول بدي اخذها. بعرف نعم انا منهم كمان، وبعرف على بياخذوا الدور من ورا جمله بيقروها بالنص. وهيدا اليوم كنت كمان هذا الشيء، انه جمله ممكن تغير الدور. بس وسام، بعد هالنجاح الكتير كبير يعني هالثنائية مع سارة أبي كنعان بمسلسل بالقلب، أنت عم تحضر، ما قلت إنه يا ريت كان بعد أطول؟ وقت تشوف النتيجة وتشوف ردود فعل العالم، قد إيه حابين هيدا الكابل على الشاشة، وقد إيه عم يتمنوا كان إنه يكون في بعد مساحة أكبر. أكيد بتقول يا ريت، أكيد إنه في حدا ما بيحب إنه هيك يمتد يعني بهذا النجاح يلعب.
على فترة أطول أو أي عمل عمله يضل، يعني مثلا أنا مؤسس دوري أكيد رح ضل مبسوط للشيء اللي كان مشارك بالعمل، ورح يكون مبسوط العمل اللي أنا مشارك فيه عم ينجح، عرفت؟ بس الواحد كمان بيكون بغار بكل بساطة، أمم يعني بغار لما أشوف حدا في مشهد بغار، مش بغار منه، بغار بقول إنه أنا عبالي كمان يكون عم أدب، عبالي يكون عم أكيد ليتس سي هلا صار يكون عم البوصلة بحكي، يكون عم الكبيرة بقول جداً دقيقة والله. عم بحكي، كثير عبالي يكون أنا كمان بعدني عم بحكي يعني. وكان عندنا المجال بالمسلسل، عندنا ومش بقول لك، برجع بقول لك مش وحدنا كمان قلنا إنه يا ريت كان هيدا الشيء. بس للأسف وطارق لعبها مظبوط، خلصت بمطرح يعني ما في تكون هالشخص هالقد يعني انتزع، بعتقد بنظر العالم هو حكيم ولا هلا ومات، اذا بده يضل عايش في اشخاص عم ببين بيقولوا لي بس صوتك عم بيقطش شوي، منه كتير واضح. ما بعرف. صوته. رح نحاول نكمل الحديث. انا عم بسمعك بشكل واضح، اذا ضلوا ما عم بيسمعونا بشكل واضح بركي. صوتي انا ايه انت سامعني؟ هلا سامعك، هلا عظيم. اوكي اوكي. وسام، كنت عم بسأل قبل شوي طارق السويد ليش برأيه العالم حابين المسلسل هلا. أنا بدي وجهة نظرك كممثل وكمشاهد، ليه برأيك العالم هالقد تعلقوا من أول لحظة بمسلسل بالقلب، بوقت في منافسة كتير كبيرة على كل الشاشات وعدد كتير كبير من المسلسلات؟ بعرف، بحس والعالم عم في قرب معين من البيئة يلي نحن فيها، يلي معظم العالم يلي بتتابع المسلسلات عايشة فيها، كان اللوكيشنز، ان كان الشخصيات يلي مكتوبة، كان المواقف يلي عم تقطع فيها، عم تقطع شخصيات، في قرب من البيئة، في نوع من وعي لوين نحن، شو نعم. الانتراج تبعنا، شو القصص يلي عم نقطع فيها. وطارق حدا بيدق مواضيع بتخصه، ما بيحب يحكي بمواضيع بعيده عنه، يعني بيكون هو الشيء اللي عم يكتبه يكون حاسه ويكون قاطع فيه او ضايق. وما بعتقد انه العالم، ما بعتقد انه طارق بيحس زلمه سارة انضمت لما عم بتقول هاي. سارة بس خبرينا إذا الصوت عندك واضح أو عم بقطش صوت وسام، بس نشوف كيف معقول نكون عم نحلها. هلو سارة، وبدنا نرحب بكل الأشخاص يلي هلا عم ينضموا لأنه بلشوا يحضروا كمان اللايف. شو حابين تقولوا لوسام؟ فيكم تكونوا عم تكتبوا لنا. أوكي، بهالوقت خليني أسألك وسام، شفت امبارح حدا على تويتر كاتب بكينا على ناهي مثل كأنه صرنا زمان بنعرفه. انت وقت تقرا هيدا الشيء كيف تقدر تفسره؟ ما بعرف كيف يعني. هي في نوع، دائما بيكون في عندك نوع اللي بتتعاطف مع الشخصيه، بتعمل اسيوب معها، يعني انت بتحط حالك محل وبتعيش هول القصص، يمكن لانه خصوصي دائما بمواضيع في عندك، بكل حد بيطلع مغروم بشخص، يمكن مغروم بشخص، يمكن منه، ما بعرف، في حدا ما راضي عليك، شيء مش مفروض بالعلاقه، في تابو معين، وهذا الشيء موجود عندنا في المجتمعات. فدائما مواضيع الحب بتاثر بالعالم، بتخليهم يحسوا انه ايه، انا بقدر اكون محل هذا الشخص، انا قطعت مثل ما قطع هذا الشخص اللي هو حكم على معينه. وحاليا حكي طارق عن مواضيع موجوده وبعد موجوده لهلا، اللي قطعوا فيها شخصية ناهي وديانا، فالعالم بعتقد عملت دغري مع هذا الشيء. هلا عم نحكي عن ناهي وديانا، بس كمان العالم عم بشوفوك مع نسيم بمسلسل العودة. كمان قد ايه حلو انه مسلسل لبناني هلا بالسباق الرمضاني كمان عم بحقق نجاح كتير كبير على خريطة المسلسلات العربية، وعم نحس انه في كتير غموض كمان بالمسلسل. انت شخص غامض بالحقيقة او لا؟ يعني تيبي بدل اني غامض، يعني بالعادي ما ب... مني مني حدا كثير مني حدا كثير
يعني هيك اوبن، بحس دايما بشوف حالي هيك اول شو اسمهم انطباع انطباع الانطباع ياخذوا الواحد عني، بس اذا تعودت على الشخص عادي يا دغري بتعود يا خلص بتلاحظ انه لا بصير كل شيء مكشوف، سهل سهل الواحد يقراني. طيب هات نشوف اذا رح نقدر نقراك هيك بمجموعه اسئله سريعه، رح حين لك اياها شوي خيرك من جوابين. هلا العالم بيقولوا لي انه عم بيكتبوا الصوت شوي عم بقطش بس انا عم بقدر افهم شو عم بتقول. ما بعرف، حاول ما تسلك كثير التليفون كنت يكون انه اوضح. حاطط التليفون بركي لانه على المايك. ايه هلا صار الصوت اوضح. افضل، خلص رح شيله لانه كنت لاقيه على مطرح كرمال يضل ثابت، فما يكون هيك عم قصص يمكن دوخنا. اوكي خلينا نسالك مجموعه ساره عم تتغزل فيي على رد علي قال لها هاي انا ماني شايفك بس انا مأكد انه يو لوك جريت، كمان عم تقول لها اوكي طيب وسام، بعد ساره ابي كنعان ودانييلا رحمه، سمي لي ممثله عبالك تشكل ثنائيه بطوله مع نادين نسيب نجام او سيرين عبد النور. سميت انت عني؟ لا ما انا بدي خيرك بين اثنين وانت بدك تجاوب. صعب الجواب صراحة، يعني ما بقدر يعني في يكون مع اثنيناتهم فينا نعمل مسلسل سوا. واكيد اذا بدك تكون طميع اكيد رح تنقي الاثنين. بتقول لا طيب عندك الاسامي، اوكي حاول جاوب السؤال، مع اي ممثله بعد ما تعاونت معه عبالك تشكل معها ثنائيه بمسلسل؟ اي ممثله ما تعاونت معها وعبالي شكل ثنائيه. من هول الاسمين قصدك؟ ما ضروري من هول ما ضروري. الاسمين. مونيكا بلوتشي. طيب الجواب عليك. مونيكا بلوتشي. اوكي ما راح يجاوب، عم يحاول بدك يهرب. جواب شو بك؟ صراحه ما بفكر بهول، يعني ما بعرف، في كثير عالم بتفكر بي انا عبالي اشتغل مع هذا الشخص او عبالي اشتغل مع هذا الشخص، او بعتقد انه اي حدا ممكن اشتغل معه رح كون مبسوط بالشغل، لانه اكيد البروجي لما اقول ايه عليه رح كون راغبه، والشخص وهيك بعتقد الشخص اللي بيكون عم يلعب بوجهك بيكون عم بيفكر بنفس الطريقه، نعم فاكيد بيكون لي الشرف العب. يعني نادين جام وسيرين عبد النور عم تحكي باسمين كثير كبار طبعا. بالدومين، يعني مش عم بقول انه ما انه انه بس صعب، لا يعني ما بعرف، متصله بكثير قصص، ما انا متصله بالشخص بس كشخص بموت فيهم اثنيناتهم بحضرهم وبتابعهم. نادين جام مثل معها مره كثير كثير زمان، كان عندي دور كثير صغير، وسيرين هلا باخر فتره صرت عم بيكون في اعمال، يعني انا وياه عم نحكيها. طيب هيتا اسالك سؤال تاني، بتفضل دور الشاب الرومانسي او دور الشاب الشرير؟ يعني شفناك بهذه الشخصيتين بالمسلسلات. حسب صراحة، حسب ماني ما عندي ما عندي أفضلية الدور، ما أوكي في شيء ما الدور منه متصل بس بموضوع إنه رومانسي ولا مش رومانسي، هو متصل بكل شيء شو هي هالشخصية، شو بتقدم وبتأخر بالعمل كله. بقول لك إنه شوي جربت من بعد الهيبة جربت بعد شوي عن الأدوار الشريرة، لانه عم رومانسي اكثر، يعني وقتها الشخص يصير على طريق النجوميه والى اخره لازم يصير الدبلوماسي اكثر بالحوارات. شو قصدك دبلوماسي؟ عليك على جواب واضح، يعني في الشيء اللي خفت في لا لا سؤال لا جو. انا بقول لك هلا بهاللحظه انا عم بجاوبك، بس بقول لك انه انا ما عندي اياها هيدي الشغله، بس هلا بهاللحظه لاحظت شغله من ورا من بعد مسلسل الهيك، كثير اشخاص ما عادوا يقدروا يشوفوا فيي الا الشخص الشرير، عرفت؟ ولاحظت هذا الشيء من ورا الاعمال اللي كانت عم تجيني من بعد الهيبه، انه كان اكثريتها عم بيكون بكاتيجوري انه ذا باد جاي بالمسلسل، وانا ما حابب، ما عندي، مش بالعكس، ما قادر طبعا، ما حابب بس انطبع انه انا بهي ما بقدر العب هذا الدور، من هيك شوي بتصير تبعد نتفي عن، خصوصي لما تنجح بدور، انا هيك حسيت، ما كنت حاسسها قبل، حسيتها بهذا بصير في
منتجين تبعد انه كمان ضيف. عنه لتقدر تعرف، لتقدر تقول للعالم انه فيك تلون، عرفت انه انت بتقدر تلون بادائك، انت منك مونوتون، منك بس تلعب هذا النوع من غير هيك ما في عندك انحراف، بالعكس هو النص شخصيه وحسب شو عم ادي فيها. أيام الجامعة كنت كمان تحب الأدوار الكوميدية، خبروني. فإذا هلا عندك عرضين بين مسرحية مع جورج خباز أو مسلسل مع ماجد بوغصن كوميدي، واثنيناتهم يعني مسرحية كوميدية أو مسلسل كوميدي، مين بتختار؟ ليك انا كثير بحب ماجي، كثير أوكي بحب، يعني بحس انه اذا بدك تعمل شيء انت وماجي، انا بعرف شخصيتها كيف، بعرف كيف تكون برات السات، وبعرف كيف تكون على السات، وبعرف قد ايه ممكن تشتغل انت وياها يعني على ناس، انت فجأة بالنص بصير شيء مختلف كليا وما عندك مشكله يعني اضافات، ويلا ونشتغل ونعمل اون سات ونركب. فبتخيل اذا كان شيء كوميدي وانت عم تشتغل مع ماجي شو فيك تعمل فيه، تتفجر الدنيا يعني. نعم. لا بتتسلى، بتتسلى فعليا، بتتسلى بهذا الشيء. وبنفس الوقت عم تحكي انت بجورج خباز ومسرح، انه معروف مسرح جورج خباز يعني، انه وانا وقفه المسرح اوقات بشتاق له، ف عم بتحطيتني بموقف هيك لانه منهم قراب عن بعض يعني، يمكن بيربح جورج خباز لانه رح اوقف معه على المسرح، مش لانه ما عبالي اشتغل مع ماجي، بس لانه عبالي مسرح كمان. بالكوميدي سبيشلي بالكوميدي على المسرح، الانتراكشن مع الجمهور لما تحس تحس انه قديش ما يضحك ولما عم يتفاعلوا معك، هذا الشيء بعد يعني انه ما بتحسه على التي في، بعتقد انت وعم يعني انت وعم بتمثل ما بتحسه، بعدين بتحسه لما بتحضر يعني. لكل فبعتقد الاشخاص اللي بيبعتوا لك قلوب بالكومنتات وحابينك كثير. انا هلا بركز بمسلسل معك، عم بركز بكون عم يحكوا لي ما عم رد عليهم. اي، بس بمسلسل العودة متابعين يكونوا عم يحضروك، بهمني هيك رسالة تكون عم تشجعهم يكملوا عم يحضروا مسلسل العودة يلي عم ينعرض كمان على ال بي سي اي، شو بتقول لهم؟ انا بالمسلسل بدك الله تخيل. انت كنت عم بتقول انه المسلسل فيه غموض وتشويق، انا بقول لهم بعد ما شافوا شيء فعليا فعليا هذا المسلسل كل ثلاث اربع حلقات بعد بتشربك القصص اكثر واكثر يعني، كل ثلاث اربع حلقات بتحس انت انه اكتشفت الموضوع او في يعني حل، لا ترجع تكتشف انه لا هيدي بعد العقدة بعد عقد. في كثير ألغاز والمشاهد بصير يشغل راسه حتى يكون عم بيحاول يكتشف. صح، وما بتزبط هلا معك، انا باكد لك انه ما بتزبط. لا اذا معك، بس كنت عم بقول لطارق السويد انه اذا بيرجع بيكتب لكم شي مسلسل سوا. سجلت له اياها انا. اوكي. طارق سويد صارت بالاكيف، هيدي اللي قلتها. كل جمعة رح نزل لك فيها ستوري، رح اقول لك شو وين صرنا، رح نزل هالشيء اللي قلته، رح وين صرنا كتب. يلا، فاذا هيدي صارت مسجله عندك لطارق السويد، انا بتمنى انه ارجع اشوفك انت وسارق ابي كنعان عم ترجعوا تشتغلوا سوا من كتاب طارق السويد، لانه هالثنائيه والكيمياء اللي شفناها بيناتكم صعب انه تلتقى. ساره عم بتقول انه هي كمان احب هيدا الشيء. ايه لما حلو هي ايه وقايلي لا مثلا سارة. لا لا، ما رح تقول، لا ما رح تقول لا. سارة ناطرك كمان خلال شهر رمضان المبارك تكوني ضيفتي، في كثير اشخاص عم بيطالبوا فيك، فناطرك تكوني معنا، عم تقول لك محظوره. طيب رح نكمل الحوار انا وياك وساره على الواتساب على جنب، بس لانه خلص وقتنا لازم اختم معك كلمه اخيره لكل المشاهدين، شو بتحب تقول وسام؟ بشكرهم وشكرتهم امبارح على تويتر، عن جد عن جد عن جد بشكرهم من كل قلب على كل الفيدباك اللي اخذته من بعد يعني، كل مسابقه اخذتها مسلسلات قطعت قليله شاف مسلسل هيك شوي، حسيت الجمهور لا انه حابب مشتاق بده اياني اكون موجود، وانا يعني بمعنى كشخصيه تعاطفوا مع مش ذكر هو، فحلو الواحد هيك يحس هيك بشويه بحب يعني، عم يجي بحلوه حلوه عم تيجي من الناس، هذا هو الشيء اللي نحن بنكون عم نسعى له اصلا. بشكرهم كثير وان شاء الله بيكونوا عم بيتابعوا، وان شاء الله دائما على قد المسؤوليه. وبدي كمان
دومينيك لانه ما حكينا ابدا لا عن جوليان ولا عن مي ابي رعد ولا عن كل الممثلين اللي كانوا معنا. المخرج الف الف تحيه جوليان، عمل شغل رائع وكل العالم عم تحكي عن هذا الشيء، وكمان بتمنى ارجع اشتغل معه اكيد لانه مخرج قريب ويونغ بنفهم على بعض. وبالعوده نفس الشيء كمان، حسيت هذا الشيء عم بنبسط شوي كمان انه عم بيكون في مخرجين يونغ، عم بيكون في مخرجين قريبين صح. شوي من طريقتنا كيف نقدر كمان نحن نعبر عن بعض. فكمان بدي اوجه تحيه لاليس معاه، بوجه تحيه للشركه كمان لايجل فيلم على كل هالاهتمام وعلى كل شيء كانوا عم بي كل هالطاقه اللي عم بيحطوها بالمسلسلات. ان شاء الله دائما نضل نقدر نعمل هيك مسلسلات. وبدنا ندعي اكيد كل المشاهدين يتابعوا، يكونوا عم يحضروا الاحداث اللي جايه، ان كان بمسلسل بالقلب او العوده او كل المسلسلات اللي عم نعرضها عبر ال بي سي اي. وسام فارس، بدي اشكرك كثير انه كنت موجود معنا الليله، وان شاء الله دائما في اعمال ناجحه مثل اللي عم نشوفها وعم تقدمها. وايضا بدي اشكر كل الاشخاص اللي تابعونا من الساعه 7 لهلا، طولنا عليهم وقت زياده، يعني كنا على اساس الحلقه تكون وقتها اقل، بس الحديث اخذنا. واكيد برجع بلتقى فيكم عبر ال بي سي اي لبنان بحلقات جديده من جو لايف. ما هلا لوقتها، ضلوا بخير، باي باي.